وسلك لكم فيها سبلا. سبلا أول شيء سلك السلوك. أولا فيه معنى النفاذ، النفاذ في الشيء والمرور والاجتياز عبر الشيء. كمان مرة، النفاذ في الشيء والمرور والاجتياز في الشيء. ولذلك مرات بتقول بتسألهم قبل ما أنت تستمر في السير، بتقول لهم الطريق سالكة. شو يعني الطريق سالكة؟ يعني إذا ظليت ماشي بنفذ منها وبجتاز وبقطعها، هاي معناها سالكة، مش هيك؟ سالكة. والسلك اللي بتسلكوا فيه مرات المجاري، بتسلكوا فيه المجاري مشان شو؟ مشان يمشي المية اللي موجودة المحشورة هاي، تمشي وبتنفذ وبتقطع. بنقول كن مرات بيستخدموها، بكله سلكت، بكله سلكت. شو يعني سلكت؟ كنه في معاملة زي ما تقول، ورشاه مشان يمشي له اياها، فبكله من بعيد سلكت، كله سلكت. ها؟ شو يعني سلكت؟ مشيت، اجتازت، نفذت. نفذت، ها؟ واخذت سلكت. طيب والجماعة هذول اللي بتلاقيهم بتربوا التربية السوية مشان يسلكوا في طريقهم إلى الله، هذول السالكون، السالكين. شو يعني السالكين؟ يعني بيكون لهم برنامج في التربية في سيرهم إلى الله مشان يجتازوا في طريقهم في الرقي. ولذلك معارج السلوك، يعني مراتب السلوك. فأهل السلوك، مين هم أهل السلوك؟ يعني هذول اللي بيربوا الناس تربية ربانية من أجل أن يسلكوا سلوك في طريقهم إلى الله، يعني يجتازوا. وصرنا نستخدمها برضو، إنه فلان سلوكه كويس، فلان سلوكه مش كويس. شو يعني سلوكه؟ يعني النهج اللي بينهجه في حياته في التعامل مع الناس، في التعامل مع الناس. شو نصف هذا السلوك؟ لأنه هو يجري ويسير في هذه الطريق. ما هي برضو نسميها طريق، طريقه في الحياة هيك، وبالتالي هو بسلك في هذا الطريق سلوك حسن أو سلوك غير حسن، أي سلوك. طيب الله سبحانه وتعالى لما نزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض، لأنه هو لما بدخل شوفها فيه دخول، لما بدخل بنفذ وبيجتاز وبيجري في داخل الأرض، مش بضل مبرك. تمام؟ إيش سلكه ينابيع؟ سلك، خصوصا إنه حتى الينابيع بيطلع من جهة ثانية، يعني بدخل من هون وبيطلع من هناك. هذا في قضية السلوك. طيب كل هذا الكلام الآن بنحاول نفهم سلوك اللي بنستخدمها احنا اصلا. وتسليك المعاملات قلنا ايش؟ يعني مشوها، سلكوا يعني مشوه، خليه يمشي، يجتاز، يقطع المسافة، يقطع الكذا. وتستخدم طبعا في الأشياء المادية وفي عالم المعنى. كذلك نسلكه في قلوب المجرمين، مش وقته، لأن هاي بدها تفصيل، كيف إنه في فرق لما واحد إنسان صالح يسمع القرآن وفي واحد طالح يسمع القرآن، كيف بدخل هون وكيف بدخل هون، شو بيأثر هون شو بيأثر هون، هذه بدها شرح. في ناس لما بيسمعوا القرآن تشمئز قلوبهم، لما يذكر الله تشمئز قلوبهم، وناس تانين يذكر الله بتخشع. إذا دخولها هون غير عن دخولها هون، كيف تسلك هون كيف بتسلك هون. طيب إذن الذي جعل لكم الأرض مهدا مهادا وسلك لكم من أجلكم، يعني سلك لكم فيها سبلا. نشوف سبل بعدين نرجع للمعنى. سلك لكم فيها سبلا، سبل سبق إذا بتذكروا. مثلا هل كنت لما نقول إنه منهي عن إسبال الإزار، فلما طبعا أنتوا اليوم فيش إزار، تقريبا ما فيش حدا اليوم بلبس إزار، معظمه يا بلبس قميص زي الشيخ أو بتلبسه سراويل. هذا الإزار بكو زمان ما هو قطعتين، قطعة تحت الحجاج، يعني قطعة تحت الإزار واللي فوق الرداء. هذه قضية إزار. إسبال الإزار المنهي عنه، لاحظوا تطويل، يعني بنزل بطول. بس الإسبال
والسبل مش بس من فوق لتحت بالطول، وكمان بيمتد هيك طويل، بيمتد طويل. اذا لما بتسمع انت سبيل اعرف انه ممتد. حتى السبل، حتى سبل القمح ليش بسموه سبل؟ بتلاحظوا شو بكون عامل؟ ممتد هيك طويل. السبل بتقيسها بالنسبة للسبل، نقول السبل بيكون طويل، تمام. والسبيل إذن، السبيل إذن هو الطريق الإيش؟ الممتد. وغالبا شو يعني ممتد؟ ممتد يعني بيوصلك لأهدافك، بوصلك من إلى. هذا بتحملها، دير بالكم كلمة سبيل، لأنه لما أنت بتسبل، بتسبل من إلى، ولما بتسبل من إلى. فإذا في فرق بين ما تقول صراط اللي هو فيه معنى الاتساع والوضوح، وبين ما تقول طريق اللي من كثر ما الناس مشيوا عليه وتركوا عليه تجده أخذ معالمه من كثرة الترك الطريق، والناس بيمشوا على أساس إنه طرق هون وطرق هون وطرق هون الطريق، وبالتالي بنقول متروك. شو يعني طريق متروك؟ يعني كثر الناس إنهم مشيوا فيه، بس السبيل مسلوك، يسلك السبيل. طيب، فالآن فإذا وين يستخدم طريق؟ وين يستخدم سبيل؟ وين يستخدم صراط؟ صراط. إذا إحنا الآن في السبيل اللي هو فيه معنى الامتداد، والامتداد من إلى، فمعناته في أهداف، في وصول. وسلك لكم فيها سبلا. طيب خلينا شوي مشان نشوف في آية ثانية، في آية ثانية لاحظوا الله سبحانه وتعالى بيقول تقريبا تكاد تكون الآية نفسها مع تغيير بسيط في ألفاظها. لاحظوا: الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا، جعل الآن مش سلك، وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون. إذن هون هاي أبرز جانب الهداية في 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 حكمة إنه الله سبحانه وتعالى أوجد سلك لنا سبل. لحظة: الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل، مش وسلك الآن، وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون، لعلكم تهتدون. إذن بدنا نجعل قضية الهداية الآن مهمة في هذه مشان نفهم الموضوع. طب وإيش كمان ورد إنه له علاقة بالهداية؟ لاحظوا الآن، الآية التي تتحدث عن الجبال وكونها رواسي، وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم. شو يعني أن تميد بهم؟ يعني لكي لا تميد. وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا، لا حلمك هذيك ثانية يا شيخ، وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون. هاي برضو كمان مرة: وجعلنا فيهم فجاجا سبلا لعلهم يهتدون. إذن مسألة الهداية التركيز عليها. وفي آية ثانية على فكرة: والله جعل لكم الأرض بساطة، ليش؟ لتسلكوا منها سبلا فجاجا. هناك في الآية اللي قبلها إيش؟ فجاجا سبلا، سبلا فجاجا، مع بسط الأرض قال سبلا فجاجا. الكلام عن الجبال الرواسي فجاجا سبلا. طيب على فكرة فجاج، وطالما أنتوا الآن يعني هاي الحجاج في بيت الله الحرام، وطالما صرنا قائلين فجاج، خلينا نيجي نقول ما يلي: وأذن في الناس